السلام عليكم ورحمة الله. من الأحوال وشراكم الحباب، بركة عندي واحد الميساج الجماعة هذه اللي ظل راهي تهضر على تبون وتهضر على شنقريحة وتهضر على النظام تاعنا. النظام تاعنا دركي راه ضد الفرنسي، ضد فرنسا. الحمد لله حنا لازم نكونوا مع النظام تاعنا ونكونوا مع تبون ونكونوا مع شنقريحة. هذو اللي لعبوها قافزين يقول لك تنحى وقاع ويتواساو وقاع، روح انت وحكم الحكم، روح انت وجيريه، روح انت وكن في هذه المجموعه وبين روحك لكانك راجل. انت من البعيد من انجلترا ولا من فرنسا قاعد توقوق تزغرد، روح وبين راسك بيناتهم. تبونك وما كانش في المعمعه وقيت صالح يطلعوا هذو الرجاله، يكونوا عندنا رجاله فحوله كيما هذو ما يكونوش باينه باينه، باسكو اللي يشوفوه يحب الوطن ويحب يخدم ما يخلوهش يطلع. والحمد لله بداو يطلعوا، طلعوا الرجاله. عندنا دركي رجاله بانت، بانوا، والاخرين في الحبس ويزيدوا يدخلوا الحباس ان شاء الله. اذا احنا لازم نساندوا تبون، نكونوا معاه، نكونوا معاه رجاله ونبلوا البلاد. تبون مليح خدام خدام، وهذه قضيه تاع كوكايين والخرطي هذه معروفه، ظل نعاودوها لكم معروفه. اي مسؤول في الجزائر كي يدخل القواوديه تاع فرنسا، اسمحوا لي الكلمه، ديريكتوم يورطوا وليداتو في الدروغ، يورطوا وليداتو في الحوايج باش يحكموا عليه الدواسه، يشروه دي زابارتومون دي فيلا في فرنسا، يشروه حوايج باش يحكموا عليه. هذه مبكري كاينه، وهذه العاده ان شاء الله نقضوا عليها بربي ان شاء الله. هذه باينه، اي مسؤول لازم يحكموا عليه، يورطوا ولادو، يدخلوا ولادو، عندهم ناس سبيسياليست في هذه يروحوا يدخلوا في هذه الامور. حنا درك لازم نتفطنوا، الشعب يتفطن، الدولة تفطن، يسر الثقة بيناتنا باش نقضوا على الناس، على البق هذا، المرض هذا نقضوا عليه. سي بوركوا انا نتمنى يبدلوا العاصمة، تجي في بلاصة أخرى، البق هذا نقضوا عليه، نقضوا عليه. سي سير كاين البق مازال، نظفت البلاد بصح مازال كاين البق. دانيير مو مشتوش هذا تاع وزير الاتصال هذا، هذا بق كبير هذا. أم نحاوه. أو يعقوب لاجيستيس درك هذا، ومنها جماعة أخرى بزاف درك تبان. أنا ما فهمتش وزير تبون رئيس الجمهورية يقولوا مدينة جزائر جديدة باش نبنوا ونظفوا البلاد، وهو ولدو يروح يهرب في الكوكايين، وهو يدير في معاملات ضد الدولة والمعرفة وإكسترا. واش بيه هذا؟ لازم المسؤولين هذو في الجزائر يفطنوا، يفوقوا، يفوقوا باللي العقلية تاع بكري هذيك تاع تعطلقها تمشي تاع وقت بوتفليقة. بوتفليقة عقلية ورضي الناس وكل يخلوك في الحكم، هذه هي بوتفليقة. مش باغي يكسر راسه، مش باغي يزير، باغيها راه في الحكم، وكل الناس وخلوني ناكل وخلوني قاعد في الحكم، هذه حكايته. أنا الجزائر النتيجة تاعو بانت، بان الضرب وبان الخطأ وبان الفاي وبانوا الاخطاء وبانوا واش صرا للجزائر. وهذه من الخطا نتاعو انها طلقها بامور، وكل الناس خليها تاكل وهما كاع ياكلوا وحنا ناكلوا، وجاتوا دخلوا حتى الشعب يختلس. راني توس كومبليس محمد، رانا كاع مشتركين في هذا المشكل هذا، رانا كاع مشتركين. انا نتمنى الجزائر دير لنا وزاره جديده، نتمنى من تبون يدير لنا وزاره جديده يسميها وزارة الاختلاسات، يسميها وزارة الاختلاسات، يتابعوا الناس وكل. بسي با كاس هذا، ماناش كاسيون بلي خلاص بدينا دولة جديدة، جزائر جديدة، الاختلاسات القديمة ننساوها، ما نساوهاش. هذو كاع من في الشعب، في الشعب، في الشعب، في الدولة، الشعب والدولة اللي اختلس واللي دار دراهم واللي بنى فيلات، الخدمة نتاعو تجيب له حق ابارتومون، هو تلقى عنده قصر، هذا تحاسبوا الدولة. لازمنا نديروا وزارة الاختلاسات تبع الناس كل، الناس كل تبعها، يديروا فيها الناس سبيساليست، يديروا لهم تدريب مليح ويتبعوا الناس هذه. لازم نريكيبيرو منهم الدراهم في كل الميادين، بريفي ولا مع الحكومة، اللي كان يستعمل المنصب نتاعو ولا اللي يستعمل دراهمو يرشي بالرشوة. كان دي بريفي عندهم مؤسسات بيجوتري عدوا هكذا
يستعمل دراهمو باش يرشي ويدي حوايج، هذا يتحاسب. هذا بزاف بزاف ماشي اللي يبيع الخضرة اللي يبيع هكذا، هذه تاع وزارة الاختلاسات تروح تحاسب هذه الناس كل أرواح. من أين لك هذا؟ أنت يا دراهمك لو بودجي تاعك ذا بادجت ذات يو هاف، هاو واش يدير؟ هاو واش يدخل؟ هاو ذا ماتش ذات يو جيت فروم يور بادجت إن ذيس يير إن ذا يير، يقولوا له في العام هاو شحال تلقى في البودجي تاعك شحال يجيب لك. بصح أنتايا يجيب لك حق ابارتمون تروح تشري يخسر فيلاج فيلات منين جاك؟ حنا هذا لازمنا وزارة الاختلاسات تعقب عليهم تنظف الشعب تاعنا تنظفو. وهذه حكاية الجيش يشارك الشعب هذا متفق معها، تبون يخرج مع شنقريحة، الوالي تاع العاصمة يخرج مع واحد كوموندون سكتور ولا كورونيل ولا بلدية، يخرج هذاك تاع البلدية يخرج معاه واحد مسؤول في العسكر ولا الجندارمري. هذه باينة، هذه مليحة، أنا متفق على الأمور هذه ولازم تندار باش الشعب صرالو لا ديسبلين. شغل نديرو المدرسة تاع ليكادي والشعب مام كبير ندخلوه في المدرسة تاع ليكادي هذه باش يتفطن باش يستعلم لا ديسبلين. الشعب تاعنا فقد لا ديسبلين، فقد النظام، فقد كيما نقولوا حنا النظام فوالا، وفقد لا ديسبلين الانضباط. اذا الشعب تاعنا لازم نعلمو له الانضباط، وشكون يساعد الشعب باش الانضباط واسترجاع الثقه كذلك هو الاحتكاك بين العسكر والسيفيل. وزيد محمد كما قلت بكري الحراك والشعب هذا كيخرج، الجزائر راهي داخله في حال طوارئ، ما نكذبوش على بعضنا، رانا في حال طوارئ. وزيد لازم الشعب ينضبط مع الجيش تاعو، وزيد كان الاعداء راه تستنى في الفرصه وفات تقلب منهم المخزن هذا في الجزائر. وحنايا ان شاء الله نكونوا متفطنين الامور الامر هذا ومتفطنين اللعبه هذه. لازم الشعب يفيق ماشي غير يتبع نامبورتو كوا. يا اخي راكم تشوفوا زيطوط يهضر على بالحيم راهو بالحيم في الحبس، هذا يهضر على كذا هاو راه في الحبس. الدوله راهي تخدم، لازم الشعب يكون مع الدوله تاعو. رانا في وضعيه تاع شغل تقدر تقول انا في حرب، رانا في حال طوارئ. المخزن راك تشوف النتيجه نتاعو، المخزن بربي ان شاء الله نداويوه بالناحيه العسكريه السابعه تاع بوليزاريو، نداويه ونديرو له شويه كاين ناس قادرين عليها، انا ما نهدرش ما ندبرش في هذا الامر، ونداويه بربي ان شاء الله بطريقه قانونيه وذكيه. ما نروحو نتهيجو، ما نديرو حرب، ما نديرو هكذا. الحرب كي تندار على اساس قانوني دولي عالمي، باش واحد ما يقولنا علاه درتوها ولا يستغلوا الفرصه والسرى في العراق والسرى في هذه الامور. لازم نكونوا اذكياء في اطار قانوني. اذا كان اي اطار قانوني خلاص متفقوش، كاين طرق اخرى، طرق ذكيه نفروها معاهم، هذه هي. اذا لازم نكونوا في صف تبون وشنقريحه هم يخدموا قائدي كما قلت هذاك النهار، انا قائدي عسكري خدمته ما جابش تربح. وزيد احنا لازم نقطعوا كاع العلاقات مع فرنسا، سي بون علاقات مع فرنسا تروح، وانا دوك راح نولي اونتي فرونسي بربي ان شاء الله، اونتي لا لونغ فرونسيز. هنايا تهضر معايا يا مغربي هكذا يهضر معايا بالفرنسي يقول له عبس دارجة وانا ما تهضرش معايا، هضر معايا باللونجلي. هذه هي باش حنايا نفوقوا ونفطنوا ونتليبيراو نتحروا وندوا الحرية تاعنا باش نطوروا سبحان الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله، تحية الجزائر.